من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينضم إلينا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. هل من تفاصيل أكثر رصدتموها أنتم فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ نعم طبعا، بشكل مؤكد المرصد نشر الإحصائيات وفقا للتوثيق الذي حصل عليه. طبعا عندما كان يسيطر هذا التنظيم المجرم على مدينة القريتين، كان المرصد معلومات بأنه ونشر المرصد بأن هناك عمليات إعدام قام بها التنظيم بحق مدنيين في مدينة القريتين، لكن لم نكن نتوقع بأن عدد الذين تم إعدامهم قبل التنظيم هو هذا العدد الكبير. اليوم نشر المرصد هذه الإحصائية الكبيرة جدا من عدد الضحايا الذين أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة لإعدامه بعض عناصر قوات النظام. لكن في ظل هذه الإحصائية المخيفة للمدنيين الذين أعدمهم التنظيم بذريعة أنهم موالون لنظام بشار الأسد، يأتينا صورة من دمشق وبشار الأسد يحتفل بالانتصارات فريق كرة القدم، ولا يهتم إعلام النظام السوري بأن هناك 116 على الأقل هؤلاء تأكد على تنظيم الدولة الإسلامية أعدمهم وهم من المدنيين بتهمة موالاة النظام. هناك 12 آخرين قيل بأن عناصر قوات النظام هي التي قتلتهم عندما اقتحمت القريتين بذريعة بأنهم موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. أي أن 128 شخصا من القريتين جرى قتلهم إما برصاص وإعدام تنظيم موالون للنظام السوري قصدك؟ النظام، نظام بشار الأسد، النظام السوري هو الذي أيضا المعلومات أنه أعدم 12 شخصا. لأنه موالين داعش. طيب ماذا يمكن أن نعرف تفاصيل فيما يتعلق بالجثث سيد رامي؟ طريقة الإعدام، أين وجدوا؟ نعم، بالنسبة للأيام 18 و19 من الشهر الجاري جرى إعدام ما لا يقل عن 83 شخصا من الذين تم إعدامهم. بعضهم جرى إعدامهم على يعني مجموعات، على طريق مجموعات. شاهد سكان من القريتين بإعدام عدد من المدنيين قبل انسحاب تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة. وجدوا في مناطق، في منازل داخل المدينة، وجدوا في شوارع مدينة القريتين. لكن المفارقة على سبيل المثال أن هناك عقيد من قوات النظام جرى إعدامهم من قبل قوات تنظيم الدولة الإسلامية، بالمقابل أن مدير ناحية القريتين وعناصر الناحية وعائلة مدير الناحية لم يجري مساسهم على الإطلاق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. شكرا. من كافنتري البريطانية سيد رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.